تلك التي أريتنا إياها بشارة الإصباح ارفعها إليه من أجلنا أيها السابق بما أن لك دالة عظيمة فإنه قد شهد لك منه أنك أعظم الأنبياء كافة وكذلك عيناك أيضا اللتان قد أبصرت الروح الكلي قدسه نازلا بشبه حمامة ارفعهما مختتماً التسبيح ومبتدئاً احتفال الحين
Στέφανε Ρώση προσκύνησης, του Γαργένη το Ρώση φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές. Ο Επιφάνης Χριστέ ο Θεός και το κόσμο φώτισας δόξαση. Ετοιμέδικα η Άραφη νάρι λουρδόν δάρα τη σαζδάλη θέλου لأن صوت الأب تقدم لك بالشهادة مسمياً إياك ابناً محبوباً والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة كلمة فيا من ظهرت ونرت العالم أيها المسيح Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του Γαργένη το Ρώση φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές. Ο Επιφάνης Χριστέ ο Θεός και το κόσμο φώτισας δόξαση. Τιμάτικα η Άραφη νάρι λουρδόν ظهرت τη σαζδά λιθάλου لأن صوت الأب تقدم لك بالشهادة مسمياً إياك ابناً محبوباً والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ظهرت ونرت العالم أيها المسيح الإله المجدولا ظاني βαπτισμένου σου Κύριε ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του Γαργένη το Ρώση φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم إسبولايتي ذاسبوتا يريا ليسون
ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وايضا نطلب من اجل الصحه والسلامه والعافيه والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسن العباد الارثوذكسيين وزوار القبر المقدس القابل الحياه وهذا الدير وحجاج هذا المكان المقدس والمحتفلين في هذا العيد البهيج من أجل صحتهم ومسامحتهم وغفران خطاياهم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. Ολιχρόνιον πίσε Κύριος ο Θεός των μακαριωτάτων θεωτάτων και Παναγιωτάτων Πατέρα ημών και Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ εφάσις Παλαιστίνη, Κύριον, Κύριον Θεόφιλον των Τρίτων, Κύριε φύλατε αυτόν, εις πορά έτη, εις πορά έτη, εις πορά. صلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. خرونيا بولا مكاريوتي تنفي. خرونيا بولا. تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. صوت الرب على المياه ياتي قائلا هلموا خذوا جميعكم روح حكمة روح فهم روح مخافة الله بدور المسيح اليوم طبيعة المياه تقدس والأردن ينشق وتمسك مياهه عن الجاري إذ ينشق
نشاهد السيد فيه مغتسلا. أيها المسيح الملك قد أتيت إلى النهر كإنسان، فأنت تبادر أيها الصالح لتتقبل المعمودية كعبد من يدي السابق من أجل خطايانا. يا محب البشر المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. نحو الصوت الصارخ في البرية أعد طريق الرب، قد أتيت يا رب أخذا صورة عبد ملتمسا يا من لا يعرف خطيئة، فالمياه أبصرتك ففزعت، والسابق ارتعد وصرخ كيف يستضيء النور من المصباح، كيف يضع العبد يده على السيد فقدسني الرافع خطيئة العالم. قراءة أولى من نبوة أشعياء النبي. حكمة فلنصغي. هذا ما يقوله الرب: افرحي أيتها البرية العطشة، وليبتهج القفر وليزهر كالسوسن، فتزهر برار الأردن وتفرح بغابها وتبتهج، فإنها أوتيت مجد لبنان وشرف الكرمل، وشعبي ينظر مجد الرب وسمو الله. فتشددي أيتها الأيدي المسترخية والركب المخلعة، عزوا وقولوا لمضجري القلوب: تقووا ولا تخافوا، ها إن إلهنا يجازي بالحكم وسيجازي، إنه يأتي ويخلصنا. حينئذ تنفتح عيون العمي وآذان الصم تسمع، حينئذ يظفر الأعرج كليل ويكون لسان الأبكم فصيحا، إذ قد انفجر ماء في البرية
ونهر في الأرض الظامئة، فتنقلب المغارة غياضا ويكون في الأرض العطشة ينبوع ماء، هناك يكون سرورا للطيور وحظائر للهزار والقصب والغياض، ويكون هناك طريق نقي فيقال له الطريق المقدس، لا يعبر فيه نجس ولا يكون هناك طريق لنجس. أما المتشتتون فيسكنون فيه ولا يظلون، ولا يكون هناك أسد ولا يصعد إليه شيء من الوحوش الشريرة، ولا يوجد هناك، بل يسير فيه المخلصون والملتئمون لأجل الرب، ويرجعون ويأتون إلى صهيون بسرور وابتهاج، ويكون على رؤوسهم سرور أبدي، فإن على رؤوسهم التسبيح والابتهاج، ويتبعهم السرور، وينهزم عنهم الأسف والحزن والتنهد. قراءة ثانية من نبوة أشعياء النبي. هذا ما يقوله الرب: أيها العطاش هلموا إلى الماء، والذين لا فضة لهم هلموا ابتاعوا، وكلوا واشربوا بغير فضة ولا ثمن خمرا ودسما. لماذا تكرمون الفضة فيما ليس للخبز؟ أفليس تعبكم لشبعكم؟ اسمعوا لي فتأكلوا الطيبات وتتنعم نفوسكم في الخيرات. ازغوا بأذانكم واتبعوا طرقي، استمعوني فتحيا نفوسكم في الخيرات. فإني أعاهدكم عهدا أبديا على مبرات داود الأمينة، ها أنا ذا جعلته شاهدا في الأمم ورئيسا وآمرا في الشعوب. ها إن الأمم التي لم تكن تعرفك تدعوك، والشعوب التي لم تكن تعلم بك تلجأ إليك لأجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل، فإنه مجدك. التمسوا الرب وعند وجدانكم إياه ادعوه، وحين يقترب منكم فليترك المنافق طرقه والرجل الأثيم أفكاره، وتوبوا إلى الرب فترحموا، واصرخوا إليه فإنه يكثر العفو عن خطاياكم، لأن أفكاري ليست مثل أفكاركم ولا طرقكم مثل طرقي، يقول الرب. بل كما تبعد السماء عن الأرض كذلك تبعد طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر أو الثلج من السماء ولا يرجع حتى يروي الأرض فتنشئ وتنبت وتعطي الزارع زرعا وخبزا للأكل، كذلك تكون كلمتي التي متى خرجت من فمي لا ترجع إلي فارغة، حتى يتم كل ما شئت وأمهد طرقي ووصاياي. فإنكم بسرور تخرجون وبفرح تعلمون، لأن الجبال والتلال تندفع لاستقبالكم بفرح، وجميع أشجار الحقل تصفق بأغصانها، وعوض العليق ينبت السرو، وعوض القراص ينبت الآس، ويكون ذلك للرب اسما وآية أبدية لن تنقرض. قراءة ثالثة من نبوة أشعياء النبي. حكمة فلنصغي. هذا ما يقوله الرب: استقوا ماء من ينابيع الخلاص بابتهاج، ويقول في ذلك اليوم: سبحوا الرب، ادعوا باسمه، اخبروا في الأمم بأعماله المجيدة، اذكروا أن اسمه قد تعالى. سبحوا اسم الرب فإنه قد صنع عظائم، اخبروا بذلك في الأرض كلها، ابتهجوا وافرحوا يا ساكني صهيون، فإن قدوس إسرائيل قد تعالى في وسطها. الرب نوري ومخلصي ممن أخاف، فلنصغي. الرب عاضد حياتي فممن أجزع، حكمة. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى.
إلى أهل كورنثوس حكمة فلنصغي. يا إخوة، لا أريد أن تجهلوا أن أبانا كلهم كانوا تحت السحابة وكلهم جازوا في البحر وكلهم اصطبغوا لموسى في السحاب وفي البحر وكلهم أكلوا طعاما روحيا واحدا وكلهم شربوا شرابا روحيا واحدا فإنهم كانوا يشربون من صخرة روحية كانت تتبعهم والصخرة سلام لك. هللويا هللويا هللويا. حكمة فلنستقم ونستمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. لروحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس مرقس البشير. مجد لك يا رب المجد لك. فلنصغي. في تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الأردن، وللوقت إذ صعد من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة قد نزل عليه، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب الذي به سررت. المجد لك يا رب المجد لك. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ήλθε ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη. Και ευθέως αναβαίνουν από του ύδατος είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνουν επ' αυτόν. Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών. Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Μαζδούλακα ο Ραμπούλ μαζδούλα. بسلام إلى الرب نطلب. كيريا إلايسون. من أجل السلام الذي من العدا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب رحم. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة
واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. من أجل هذا الدير المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسنية العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفوروس الكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل هذا الدير المقدس وجميع الأديرة وجميع الكنائس وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنيين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أن يتقدس هذا الماء بقوة وفعل وحلول الروح القدس إلى الرب نطلب. إيريا الأيسون. من أجل أن تنغرس في هذه المياه فعالية التنقية التي للثالوث الفائق الجوهر إلى الرب نطلب. يا رب أجل أن تمنح لها نعمة الفداء وبركة الأردن إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل أن نستنير بنور المعرفة وحسن العبادة بحلول الروح القدس إلى الرب نطلب. يا رب أن يصير هذا الماء موهبة للتقديس وغفرانا للخطايا لشفاء النفس والجسد ولكل منفعة إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل أن يكون هذا الماء مفيدا للحياة الأبدية إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل ظهوره دافعا لكل مكايد الأعداء المنظورين وغير المنظورين إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل الذين يستقون ويتناولون منه لتقديس المنازل إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أن يكون لجميع الذين يستقون ويتناولون منه بإيمان تنقية للنفوس والأجساد إلى الرب.
الرب نطلب. كيري آلايسون. من أجل أن نكون مستحقين أن نمتلئ تقديسا، إذ نتناول من هذه المياه بظهور الروح القدس بحال غير منظورة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. أجل أن يستجيب الرب الإله صوت تذرعنا نحن الخطأ ويرحمنا إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة والدة الإله مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس لنا كل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. إلى الرب نطلب. كيريا إلايسون. أيها الثالوث الفائق الجوهر، الفائق الصلاح، اللاهوت الكلي الاقتدار، الرقيب على الكل، غير المنظور غير المدرك، يا مبدع الجواهر العقلية والطبائع الناطقة، الصلاح الطبيعي، النور الذي لا يدنى منه، المنير كل إنسان آت إلى العالم، أضئ لي أيضا أنا عبدك غير المستحق، أنر ناظري عقلي لكي أجسر أن أسبح إحساناتك التي لا تحصى وقدرتك التي لا تحد. ليكن ابتهالي عن هذا الشعب الواقف حسن القبول، حتى إن خطاياي لا تحول دون حلول روحك القدوس ها هنا. لكن اسمح لي أيها الفائق الصلاح أن أهتف إليك الآن بغير دينونة وأقول: نمجدك أيها السيد المحب البشر، الضابط الكل والملك الذي قبل الأزل. نمجدك أيها الخالق والمبدع الكل، نمجدك يا ابنا وحيدا لله، يا من وهو بغير أب من جهة أمه وبغير أم من جهة أبيه. فإننا في العيد الماضي قد رأيناك طفلا، وأما في العيد الحاضر فنراك كاملا يا إلهنا الكامل الظاهر من الكل. فاليوم قد بلغنا إلى أوان العيد، ومصف القديسين يجتمع إلينا، والملائكة يعيدون مع البشر. اليوم نعمة الروح القدس حلت على المياه بهيئة حمامة. اليوم أشرقت الشمس التي لا تغرب، والعالم يستنير بنور الرب. اليوم القمر يتلألأ مع العالم بالأشعة الساطعة. اليوم الكواكب المضيئة تزين المسكونة ببهاء إشراقها. اليوم السحب من السماء تندي البشر بغيث العدل. اليوم غير المخلوق يقبل بإرادته وضع اليد من جبلته. اليوم النبي والصادق يتقدم إلى السيد، لكنه يقف برعدة عند مشاهدته تنازل الإله إلينا. اليوم مياه الأردن تتحول إلى أشفية بحضور الرب. اليوم ترتوي الخليقة بأسرها بالمجاري السرية. اليوم تمحى زلات البشر بمياه الأردن. اليوم فتح الفردوس للبشر وأشرقت لنا شمس العدل. اليوم الماء المر على عهد موسى يتحول للشعب إلى عذوبة بحضور الرب. اليوم اعتقنا من النوح القديم، وكمثل إسرائيل جديد خلصنا. اليوم نجونا من الظلمة
وبنور معرفة الإله استنرنا. اليوم قتام العالم يتلاشى بظهور إلهنا. اليوم الخليقة بأسدها تستضيء في العلي من العلو من العلا. اليوم الظلالة قد بطلت وورود الرب قد صنع لنا منهجا للخلاص. اليوم العلويون يعيدون مع السفليين والسفليون يناجون العلويين. اليوم محفل المستقيم الرأي الشريف والعظيم الصوت يبتهج. اليوم السيد يوافي إلى المعمودية لكي يصعد البشر إلى العلا. اليوم العادم أن يكون منحنيا ينحني لعبده لكي يعتقنا من العبودية. اليوم قد ابتعنا ملكوت السماوات، فإن ملكوت الرب لا نهاية له. اليوم الأرض والبحر قد اقتسما الفرح، والعالم قد امتلأ سرورا. أبصرتك المياه يا الله، أبصرتك المياه ففزعت. الأردن رجع إلى الوراء لما عاين نار اللاهوت منحدرة وحالة فيك بالجسد. الأردن رجع إلى الوراء عند مشاهدته الروح القدس بهيئة حمامة منحدرا ومرفرفا عليك. الأردن رجع إلى الوراء عندما رأى غير المنظور منظورا، والخالق متجسدا، والسيد بصورة عبد. الأردن رجع إلى الوراء والجبال تهللت لمشاهدتها إلها في الجسد، والسحب أبدت صوتها متعجبة من الآتي، وهو نور من نور وإله حق من إله حق، مغرقة موت المعصية وشوكة الضلالة وعقال الجحيم، ومانحا العالم معمودية الخلاص. فكذلك أنا عبدك الخاطئ غير المستحق، إذ أديع عظائم عجائبك يشملني الخوف، فأهتف إليك بخشوع قائلا: عظيم أنت يا رب، وعجيبة أعمالك، وليس من كلام يفي بتسبيح عجائبك. Megasi Kyrie, και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος προσεγγίζει των θαυματίων σου. Άδημον αντε Ιάραμπου αγίβατον αγμάλακ, ολέισα μην καλάμιν, يفي بتسبيح عجائبك. مجد لك يا إلهنا المجد لك، لأنك بمشيئتك أبرزت جميع الأشياء من العدم إلى الوجود، وبعزتك تضبط الخليقة، وبعنايتك تسوس العالم. أنت الذي نظمت الخليقة من أربعة عناصر وكللت دور السنة بأربعة فصول. منك ترتعد القوات العقلية، إياك تسبح الشمس وإياك يمجد القمر. لك تخضع النجوم، إياك يطيع النور، منك ترتعد اللجج، لك تتعبد الينابيع. أنت بسطت السماء كالخيمة، أنت ثبتت الأرض على المياه، أنت أحطت البحر بالرمل، أنت سكبت الهواء للتنفس. إياك تخدم القوات الملائكية، لك تجد مصاف رؤساء الملائكة، الشروبيم الكثير العيون والسرافيم ذو الستة الأجنحة، إذ هم ماثلون لديك وطائرون حوليك، يحتجبون خوفا من مجدك الذي لا يدنى منه، لأنك وأنت إله غير محصور وأزلي وغير موصوف، أتيت إلى الأرض آخذا صورة عبد وصائرا إنسانا، لأنك أيها السيد لم تحتمل لأجل عواطف رحمتك أن تعاين جنس البشر مقهورا من الشيطان، لكنك أتيت وخلصتنا، فنعترف بالمنة ونكرز بالرحمة ولا نخفي الإحسان. أولاد طبيعتنا أنت حررتهم، الحشى البتولي بمولدك قدسته، فكل الخليقة قد سبحتك في ظهورك،
لأنك أنت إلهنا على الأرض ظهرت وبين الناس ترددت. مجاري الأردن أنت قدستها إذ أرسلت من السماء روحك الكلي قدسه وسحقت رؤوس التنانين المعششة فيها. أنت إذن أيها الملك المحب البشر احضر الآن بحلول روحك القدوس وقدس هذا الماء. سيم فيلانثروب فاسيليف باريتون كنين تي ابيفيتيسو تو أجيو سو بنيفماتوس και αγίασε το είδωρ του το. Αμήν. فأنت إذا أيها الملك المحب البشر أحضر الآن بحلول روحك القدوس وقدس هذا الماء. آمين. امنحه نعمة الفداء وبركة الأردن، اجعله ينبوعا لعدم الفساد، موهبة للتقديس، فداء للخطايا، دافعا للأمراض، مبيدا للشياطين، غير مقترب إليه من القوات المضادة، ومملوءا قوة ملائكية، حتى إن جميع الذين يستقون ويتناولون منه يكون لهم لتنقية النفوس والأجساد وللشفاء من الأهواء ولتقديس المنازل، وملائما لكل منفعة، لأنك أنت إلهنا الذي بالماء والروح جددت الطبيعة المعتقة من قبل الخطيئة. أنت إلهنا الذي غرقت الخطيئة بالماء على عهد نوح. أنت إلهنا الذي في البحر أعتقت جنس العبرانيين من عبودية فرعون إلى على يد موسى. أنت إلهنا الذي شق الصخرة في البرية فانفجرت المياه وفاضت الأودية فأرويت شعبك العطشان. أنت إلهنا الذي بالماء والنار أنقذت إسرائيل من ضلالة البعل على يد إيليا. فأنت الآن أيها السيد قدس هذا الماء بروحك القدوس. آمين. كسين دسبوتا أيوسون تو إيذور توتو την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. قدس هذا الماء بروحك القدوس. آمين. وامنح جميع الذين يلمسونه والذين يدهنون ويتناولون منه التقديس والبركة والتنقية والصحة والشفاء من جميع الأوبئة والأمراض. خلص يا رب عبدك مليكنا وملوكنا المؤمنين، واحفظهم تحت سترك بسلام، اخضع تحت سلطانهم كل عدو ومحارب، وامنحهم كل ما يطلبونه للخلاص، وهبهم الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس وكل الكهنة والخدام في المسيح وجميع الطغمة الكهنوتية والشعب الواقف حولنا والذين تخلفوا عنا لأسباب مرضية والذين يصلون معنا وإخوتنا الذين تغيبوا عنا لأعذار مقبولة، وارحمهم وإيانا بحسب عظيم رحمتك، لكي يمجد اسمك الكلي قدسه مع الآب والروح القدس بالعناصر والملائكة والبشر والبرايا المنظورة وغير المنظورة الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. إريني باسي ولروحك أيضا لك يا رب. أمل يا رب أذنك واستجب لنا. يا من قدس المياه لما قبلت بأن تعتمد بأن تعمد في الأردن، وباركنا جميعا نحن الذين بإحناء أعناقنا نقيم دليلا على عبوديتنا، وأهلنا أن نمتلئ من تقديسك بتناولنا من هذا الماء ورشه، وليكن لنا يا رب لصحة النفس والجسد.
لأنك أنت تقديس نفوسنا وأجسادنا، وإليك نرفع المجد والشكر والسجود مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. Ani vaptizomenus o Kyrie, itis triades ephanerosi proskynisi, tu varienitoros iphoni prose martyrisi, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδης περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφάνες ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φώτισας δόξασι. Ημέντικα η αραφήν αερήν λορδόν παρατή σαζδάλη θέλου σαούταν λάβη تقدم لك بشهادة مسميان إياك ابنا محبوبا الروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة فيا شهادة مسميان إياك ابنا محبوبا والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ظهرت ونرت Hallelujah.
تقدم لك بالشهادة مسمياً إياك ابناً محبوباً والروح بها يتحمام يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ظهرت ونرت العالم أيها المسيح الإله يا رب في نار الأردن ضارت السجدة للثالوث لأن صوت الأب تقدم لك بالشهادة مسمياً إياك ابناً محبوباً والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ضارت ونرت العالم أيها المسيح الإله المجد باعتمادك يا رب في نار الأردن ظهرت السجدة للثالوث لأن صوت الأب تقدم لك بالشهادة مسمياً إياك ابناً محبوباً والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ضارت ونرت العالم أيها المسيح الإله المجد المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك يا سيد أيها المسيح إلهنا الحقيقي يا من قبلت المعمودية من يوحنا في نهر الأردن لأجل خلاصنا أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم بقوة الصليب الكريم المحيي بنعمة القبر المقدس القابل الحياة بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأساد وتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الكلي مديحهم والقديس المجيد الرسول يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الظفر وأبائنا الأبرار المتقشحين بالله والقديسين الصديقين جدي المسيح الإله يواكيم وحنة وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا بما أنك الإله الصالح والمحب البشر سيدنا ورئيس كهنتنا احفظه يا رب لسنين عديدة يا سيد لسنين عديدة يا سيد لسنين عديدة يا سيد بصلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا آمين سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا آمين